طبعا في تصاعد، يعني كل ما يقرب اكثر بيزيد الصوت بحده. الاختراع اسمه الحذاء المبصر، بيساعد الكفيف على المشي بسهولة. طبعا أكيد يعني مش زي دقة العيون، بيساعده من خلال إنه بيرشده للطريق الصحيحة. أي عقبة بتيجي أمامه ممكن إنه يحكي له إنه في عقبة. بتكون من لوحة أردوينو اللي هي المخ الرئيسي للجهاز، وبتكون كمان من ألتراسونيك. طبعا إحنا بنحاول بالدرجة القصوى إنه ما يكون يكلف كثير عشان يكون مش عبء على الكفيف. الاختراع انا جربته على حالي، يعني حاولت اني اربط على راسي عصبة يعني، ومشيت فيه وفعال الاختراع. بتمنى انه يكون في داعم عشان اطور المشروع. انا حاب اضيف على المشروع سماعة بلوتوث وشغلات كثير، يعني ممكن تسهل بزيادة. مثلا الاردوينو اخليها تحكي، مش بس تطلع صوت زمور، مثلا تحكي عن طريق السماعة انه استدر الى اليمين الى اليسار الى الخلف، انه بحيث انه يصير مخ ثاني بالجهاز. كمان بالإضافة لهيك حاب أشبكه مع إشارات المرور، بحيث إنه كل ما يقترب من إشارة مرور يعطي تنبيه للكفيف. أكيد حاب أشارك بمسابقة عالمية، وإذا مش بهذا المشروع لحاله يعني أكثر من مشروع، عندي كثير مشاريع. بوجه رسالتي للمؤسسات اللي بتهتم بهاي الأمور إنها تركز بزيادة أكثر من هيك. هاي المؤسسات اللي بتهتم في هاي المشاريع.